أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الثالث من دورة القدرات المجانية للمرحلة الثانوية. هل أنتم مستعدون الآن لمعرفة المهارات التالية؟ إذا عرفت يا أولادي يا بناتي كيف تتعاملوا مع المسائل تكون في القدرات، يكون مرة سهل عليكم، يصير سهل عليكم الاختبار. فلهذا لابد أنكم تتعودوا علشان تحلوا مسائل كثيرة، لابد من التدريب. تدرب تدرب تدرب. إذا تدربتوا يا أولاد يا بنات تصير مسائل القدرات جدا سهلة عليكم. يصير مسائل القدرات إيش يا أولاد يا بنات؟ سهلة جدا عليكم. خلاص يلا نبدأ الحين. مهارة الأولى حساب عدد المكالمات والمصافحة. كيف نوجد عدد المكالمات أو المصافحة؟ أعطاني بهذا القانون التالي: سين مضروبة في سين ناقص واحد قسم اثنين. جميل جميل. يلا، اجتمع ستة أشخاص في مكان ما، فإذا أراد أن يصافح كل منهما الآخر، كم عدد المصافحة؟ شكرا يا لي. كم عدد المصافحات يا أولاد يا بنات؟ كم؟ يلا نعوض بس فقط عن الستة. يلا أشيل السين وأحط مكانه ستة، وأشيل السين وأحط مكانه ستة. مرة بسيط. إذن فبيصير لي ستة مضروبة في العدد اللي قبله خمسة، عوض أقسم على اثنين. ستة ضرب خمسة كم الجواب صار؟ ثلاثين. أقسم على اثنين كم الجواب؟ خمستاش. تحتاج إلى مهندس أرامكو؟ تحتاج إلى مهندس أرامكو يا أولاد يا بنات؟ لا ما تحتاج مهندس أرامكو. صح يا قلود، صح يا زينب، ما تحتاج إلى مهندس أرامكو صح؟ لأن مرة بسيطة. طيب خليني أسألكم سؤال ذكي، وإيش رأيكم؟ مستعدين؟ أسألكم سؤال ذكي. إذا كان عطاني 21 مصافحة، 21 مصافحة، 21 مصافحة، كم عدد الأشخاص؟ يلا الحين هذا السؤال الذهبي يجي لنا الآن. كم عدد الأشخاص إذا أعطاني 21 مصافحة؟ يا سلام عليكم. الزوم الزوم الزوم، يلا أبطال الزوم جابوا الإجابة الحين. كم عدد المصافحات؟ يا سلام عليكم يا سلام عليكم. جميل. ليش يا ماريا ما عرفتي؟ ليش ماريا الزاكي؟ هنا علشان أعرف عدد المصافحات، أول خطوة أروح أضربها بكم؟ أروح أضربها باثنين. حلو، الجواب كم يصير؟ 42. أروح أجيب عددين حاصل ضربهم 42، كم يطلع حاصل ضربهم 42؟ حاصل ضربهم 42 عبارة عددين متتاليين، 7 ضرب 100 ضرب 6، يعني عدد الأشخاص يساوي كم؟ 7. لا أحد يغلبكم في الرياضيات يا أولاد يا بناتي، لا أحد يغلبكم في الرياضيات يا حسين أحمد، يا لا أحد يغلبكم في الرياضيات. جميل. ليش يا أحمد؟ انتبه، ركز 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 يا ولد، ركز يا بنت. حلو بسيط. إذن هذه عدد المكالمات وعدد المصافحات، نطبق هذا القانون الرائع. يلا ناخذ مسألة اللي بعدها. طبعا مسألة ثانية، مهارة حساب مجموع الأعداد. أحيانا يقول لي السؤال، يلا يا شوق يلا الآن، أحيانا يعطيني سؤال يقول لي أوجد مجموع من واحد إلى مئة. عادة إذا قال لنا أوجد من واحد إلى مئة، عندنا قانون نريد نستخدم هذا القانون. فاطمة غريب، إذا مو فاهمة فاطمة غريب
ترجع تشاهد الفيديوهات من جديد، أو تدخل في الدورة المكثفة. روح المدينة، روح المدينة يا مطنوخ، ما في مشكلة. شكرا شكرا يا نعيم، شكرا يا نعيم. الآن إذا نبغى نوجد من 1 إلى 100، كيف نوجد؟ نطبق بس القاعدة من 1 إلى 100. دائما هنا القاعدة خاصة من 1 إلى 100. يلا طبقوا معي القاعدة. السين وهو آخر عدد، السين وهو آخر عدد 100. يلا نحط 100 الحين، هنا نحط 100 وهنا 100، بس نشيل السين نحط مكانها 100. يلا نقول 100 ضرب كم يا أولاد يا بنات؟ ضرب 101، وأقسم على كم؟ على 2. زين؟ إيه؟ الآن أقسم على 2، فيها 1 يلين، وهنا فيها كم؟ 100 قسم 2 كم؟ 50. 50 ضرب 101 كم يا أصحاب الزوم؟ الجواب كم يصير؟ 5000 وكم؟ 50. جميل. طيب الآن لين نسيت القانون، إيش تسوي؟ الآن مس خلود نسيت القانون، إيش تسوي؟ هنا بعلمكم طريقة جميلة وحلوة ولطيفة. من 1 إلى 100 كيف نجمع؟ من 1 إلى 100 لاحظوا 97، 98، 99، وبعدين عدنا إلى 100، إلى 100. أنا نسيت القانون، إيش أعمل؟ إيش أسوي؟ إيش أسوي؟ أروح أجمع، شوفوا كيف الذكاء، خليكم أذكياء يا أولاد يا بنات. أجمع 1 مع 99 يطلعوا كم؟ 100، حلو. والاثنين أجمع مع مين؟ مع 98 يطلعوا كم؟ 100. والثلاثة مع مين؟ مع 97 يطلعوا 100. شفتوا كيف؟ واضح؟ زينب يلا الحين نطلع الجواب كم يصير؟ يلا الجواب كم يصير؟ إذا كم أنا عندي؟ أروح الكم عندي نصفهم، عندي 50 100، لأن كل رقمين أجمعهم، وعندي عدد في الوسط 50 ما نجمع مع أحد، العدد اللي في الوسط زايد 50. 100 ضرب 50 ضرب 100 كم الجواب؟ يصير 500. زايد 50 كم صار الجواب؟ 5000 وكم؟ 50. بسيط يا أولاد يا بنات، بسيط. تمام، شاطرين 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 يا أولاد يا بنات، أهل اليوتيوب وأهل الزوم شاطرين. بعطيكم سؤال الآن، أبغاكم يجاوبوا سريع. يلا الحين بعطيكم سؤال، يلا أبغاكم يجاوبوا سريع، أبغى أشوف شطارتكم. أوجد، يلا السؤال التالي، أوجد مجموع من 1 إلى 20. يلا السؤال لكم، وش الخطأ يا جواد؟ وش الخطأ يا جواد؟ هذا السؤال، أوجد مجموع من 1 إلى 20 كم الجواب يصير؟ يلا يا علي خميس، حلو يا حلو، يلا كم الجواب؟ كم الجواب؟ ما عرفتي كيف تجمعي 5000 زائد 50؟ 5000 زائد 50 لا يصير 5000 زائد 50. يا سلام عليكم، ممتازين أهل الزوم، جاوبوا صح، جاوبوا صح أهل الزوم، أهل اليوتيوب جاوبوا صح. طبعا كانت المسألة الأولى السابقة 5000 زائد 50 مو 500، 5000 زائد 50 صار 5050. هنا كيف نوجد المجموع؟ يا سلام عليكم شاطرين، خلاص أضمن ليكم بتاخذوا 90 من 100 و92%،
و95% و96%، وأيضا بتوصلوها إلى كم؟ إلى 99% في القدرات. شاطرين. هنا بس أعوض عن سين ب20، نقول 20 ضرب 20 زائد 1 كم الجواب؟ 21، وأقسم على 2. في تبسيط يا أولاد يا بنات؟ نعم. 10 ضرب 21 كم الجواب يصير؟ 210. حلو؟ حلو؟ جميل. بسيط بسيط يا أولاد يا بنات، بسيط. يا سلام عليكم، يا سلام عليكم، أعرفكم شاطرين. يلا ناخذ هذه المهارة ونخلص درس اليوم. ناخذ مهارة اليوم بس، المهارة الثالثة، مهارة حساب الزمن المشترك. بعدين بسوي مسابقة ما بين الأولاد والبنات في القسم اللفظي، وبشوف مين اللي يفوز، الأولاد لو البنات اللي يفوز. الآن ناخذ مهارة حساب الزمن المشترك. إيه أعرفكم شاطرين، الأولاد شاطرين والبنات شاطرين، ونشوف التحدي. شكرا يا حسين أحمد. يلا الآن مهارة حساب زمن العمل المشترك. هنا هذا القانون مرة مهم، وايد وايد وايد، مرة مهم، واجد 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 واجد، مرة مهم، كثير كثير كثير. تمام. هنا قال لنا السؤال التالي، قال مين اللي قال؟ يطلي وليد غرفته في 2 ساعة، ويطلي صديقه في الغرفة في 3 ساعات، كم تستغرق الغرفة من وقت دا عمل معا؟ هذا يسموه الزمن المشترك. يعني نبغى واحد على الزمن المشترك. قال لنا وليد يطلي غرفته مرة واحدة في كم؟ في ساعتين، زائد ويطلي صديقه مرة واحدة في كم؟ في 3 ساعات. قال لنا يلا نوجد زي، هل تقدروا توجدوا زي؟ يلا نبغى نوجد الحين الآن قيمة زي. يلا كيف نعمل؟ أروح أوحد المقامات، 1 على الزمن يساوي، نضرب نوحد المقامات يا أولاد يا بنات. يلا ساعدوا الأستاذ، ساعدوا الأستاذ، ساعدوا الأستاذ يا أولاد يا بنات. أضربها دي ب3 وهنا ب3، حلو. والثلاثة أضربها ب2 وهنا أضربها بكم؟ ب2. يلا 1 ضرب 3، 3 على 6، زائد 1 ضرب 2، 2 على 6. أوه هل المقامات متوحدة الحين؟ أوه نعم متوحدة، صارت كم؟ 5 على 6. وأنا الآن أريد زي، ماذا يساوي؟ إيش يسوي؟ أبغى زي الحين، إيش يسوي؟ أروح أقلب الكسر، لأن هنا طلع لنا 1 على زي يساوي 5 على 6. تعرف زي حرف مين؟ زي حرف مين؟ زي حرف مين؟ حرف الأستاذ، صح؟ مو الزمن، مو زمن بس حرف الأستاذ. نحن والزمن، نحن والزمن. شكرا شكرا فاطمة، شكرا علي محمد، نحن والزمن. يلا نبغى زي نقلب الكسر، إذا زي ماذا يساوي؟ يساوي 6 على كم على 5. إيش أسوي الحين؟ أحولها إلى إيش؟ أحولها إلى إلى دقائق. أضربها بكم؟ أضربها بكم؟ ب60. حلو. في تبسيط يا أولاد يا بنات؟ نعم. أبسط أقسم على 5، وهنا على 5 فيها 12، 6 ضرب 12 كم الجواب؟ 72 دقيقة. يا سلام عليكم. إذن الإجابة 72 دقيقة. حتى هذا القانون ينفع إلى الحنفيات. الحنفية يقول لنا مثلا مرة واحدة كل 3 ساعات، مرة واحدة كل 3 ساعات، وهكذا. أيضا إذا قال لنا إفراغ من الحنفية نحط لها ناقص. واضح يا أولاد يا بنات؟ يعطيكم العافية والصحة والسلامة، بارك الله فيكم أولادي وبناتي، وفقكم ربي
ويسعدكم ويوفقكم لكل خير. تقبلوا تحيات الأستاذ زكي الشوالي فيها.